بعد ما تكون زيت تاعنا دوك نفرغ الخلوط. نضيف له شويه ملح شويه فلفل اسود، نضيف الكيري فلفل احمر، نخلطه مليح. دوك نقطع البسطه تاعنا، ثوم مغرفه طماطم كبيره، بصله اللي قطعناها، مغرفه طماطم، والفلفل، ونخليهم يطيبوا مليح. نديرو البطاطا تاعنا تغلي مع شويه ملح، دوك نضيفوا لها شويه ماء، نغطيو عليها ونخليوها طيب ونرجعو لكم. بعد ما طابت البطاطا تاعنا دوك نديرو البلاطو تاعنا شويه زبده، نحطو البطاطا تاعنا هذا، نفرغو الفرماج تاعنا تيب توب هذا 100% فرماج. نبداو نديرو بالطريقه هذه البطاطا هذه كامل. بعد ما فرغنا البطاطا تاعنا دوك نضيفو لها سكر بلي طيب لها، الطريقة هذي. دوك نضيفو فرماج رافي، دوك نلحوها في الفرن يطيب حوالي 10 دقائق. هذا هو الشكل النهائي تاع الكراتا، هذا هو الشكل النهائي تاع الكراتا تاعنا كما راكم تشوفوا. الله يبارك. هذا هو الشكل النهائي تاع الكراتا تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم. الله يبارك.